حسنا، الآن تعلمنا ما أعتقد أنه واحدا من أهم المبادئ في الحياة، وأنت يمكنك أن تكون بالفعل على دراية به، وأتمنى أن يجعلك هذا بعيدا يوما ما عن الإفلاس. ولذلك على أي حال سوف أتحدث عن الفائدة، ثم سوف أتحدث عن الفائدة البسيطة مقارنة بالفائدة المركبة. والآن ما هي الفائدة؟ interest، كلنا سمعنا عن الفائدة، معدلات الفائدة أو الفائدة على الرهن العقاري الخاص بك، وكم علي من الفائدة التي أدين بها على بطاقتي الائتمانية. والآن الفائدة، أنا لا أعرف تعريف رسمي ومحدد لها، ربما يجب علي أن أبحث عنها، ولكنها أساسا عبارة عن إيجار للنقود، ولذلك هي عبارة عن نقود تدفعها لكي تحافظ على نقود لمدة معينة من الزمن. هذا هو على الأغلب، إنه ليس أكثر تعريف وضوحا، ولكن دعني أوضحه بهذه الطريقة. مثلا دعني أقول أني أريد أن أقترض 100 دولار منك، لذلك هذا هو الآن، دعونا نفترض أنها لمدة سنة من الآن، سنة واحدة، وهذا أنا وهذا أنت، والآن أنت تعطيني 100 دولار، وأنا أصبح بحوزتي 100 دولار، والسنة تمر وأنا أمتلك 100 دولار هنا، وإذا أنا أعدت لك 100 دولار مرة أخرى، قد تكون حصلت عليها بدون إيجار، ستكون استعدت نقودك مرة أخرى ولم تحصل على أي فائدة. ولكن إذا قلنا أنني مستعد لأعطيك 100 دولار الآن، إذا أعطيتني 110 دولار لاحقا، في هذه الحالة كم دفعت أنا لك لكي تحتفظ بهذه 100 دولار لمدة سنة؟ حسنا، سأكون دفعت لك 10 دولار زيادة، سأعيد 100 دولار وأعيد إليك 10 دولارات أخرى، وهذه 10 دولارات الزيادة التي سأعيدها هي في الأساس المصاريف التي دفعتها لكي أتمكن من الحفاظ على هذه النقود وأن أفعل ما أريده بهذه النقود، ومن الممكن أن أدخرها، ومن الممكن أن أستثمرها، أفعل ما أشاء لمدة سنة، وهذه 10 دولارات الزيادة هي الفائدة، وبطريقة ما غالبا ما يتم حسابها كنسبة مئوية من المبلغ الأصلي الذي اقترضته، والمبلغ الأصلي الذي اقترضته يطلق عليه اسم المبلغ الرئيسي principal، وفي هذه الحالة إيجار النقود أو الفائدة ستكون 10 دولارات، وإذا أردت أن تحسبها كنسبة سوف أقول 10 دولارات زيادة عن المبلغ الأصلي، زيادة عن 100، وهي تساوي 10%. لعلك تقول أنا مستعد أن أقرضك 100 دولار إذا دفعت لي 10% فائدة عليها، ولهذا 10% من 100 دولار كانت 10 دولارات، ولهذا بعد سنة سوف أدفع لك 100 دولار بالإضافة إلى 10%، وهكذا. لأي مبلغ من المال، لنقل أنك مستعد أن تدينني أي مبلغ من المال في مقابل 10% فائدة. حسنا، إذا أقرضتني 1000 دولار فستكون الفائدة 10% من 1000 دولار، والتي تساوي 100 دولار، ولهذا بعد سنة سوف أكون مدينا لك ب1000 دولار بالإضافة للـ10% مضروبة 10% مضروبة في 1000، وهذا يساوي 1100. حسناً، لقد أضفت للتو صفرا لكل شيء. في هذه الحالة 100 دولار ستكون الفائدة، ولكن ستظل 10%.
ولهذا دعونا نميز بين الفائدة البسيطة والفائدة المركبة. لقد قمنا للتو بشرح مثال بسيط قمت فيه باقتراض أموال لمدة سنة في مقابل 10%، لذا دعونا نقول أن شخصا ما أخبرنا أن سعر الفائدة interest يتم احتسابها لكي تدفع. أناس آخرين يعتقدون أن 10% سنويا استثمار جيد، ودعونا نقول أن المبلغ الأصلي الذي سوف أقترضه principal من ذلك الشخص هو 100 دولار. ولهذا سؤالي لك هو، وربما تريد أن توقف الفيديو بعد أن أسأله، كم أدين لهذا الشخص في 10 سنوات؟ How much؟ How much do I owe in 10 years؟ هناك طريقتين للتفكير بها. تستطيع أن تقول نحن الآن في السنة الصفر، بداية الفترة، أستطيع أن أقترض الأموال وأردها مباشرة، وستكون 100 دولار فقط، ولكنني لن أفعل ذلك، سأحتفظ بها حتى السنة الأخيرة. بعد سنة، طبقا للمثال الذي فعلناه للتو، أستطيع أن أزيد 10% من هذا المبلغ. عشرة بالمئة من هذا المبلغ، ولهذا أدين ب110 دولارات، وبعد سنتين أستطيع أن أزيد 10% أخرى من المبلغ الأصلي، أليس كذلك؟ كل سنة أستطيع أن أزيد 10 دولارات. في هذه الحالة في السنة الثانية ستكون 120 دولار، وفي السنة الثالثة سأدين ب130 دولار. بشكل أساسي الفائدة أو الإيجار، إيجار اقتراض هذه 100 دولار هو 10 دولارات، وبما أنني دائما أحسب 10 دولارات من المبلغ الأصلي، بعد 10 سنوات يلزم علي أن أدفع 10 دولار إضافية كفائدة، ولهذا بعد 10 سنوات أنا أدين ب200 دولار، أليس كذلك؟ وهذه 200 دولار تساوي 100 دولار المبلغ الأصلي زائد 100 من الفائدة. لأنني أدفع 10 دولار سنويا. هذه الطريقة التي قمنا بعرضها الآن تسمى الفائدة البسيطة. والتي في جوهرها هي أن تأخذ المبلغ الأصلي الذي اقترضته ضرب الفائدة، وهي المبلغ الذي تدفعه كل سنة، وتدفع هذا المبلغ كل سنة. ولكن إذا فكرت في الأمر فإنك تدفع مقدار أصغر وأصغر مما تدين به خلال السنة، وربما عندما أعرض الفائدة المركبة ستتمكن من فهم هذا. ولهذا هذه طريقة لفهم 10% سنويا. طريقة أخرى لفهمها هو أن تقول في السنة الصفر هذه 100 دولار سوف أقترضها، ولهذا إذا أعطوك المال ستقول لا أريده، ومن ثم ترده إليهم، ستكون تدين لهم ب100 دولار، ولكن بعد سنة سوف تقوم بدفع
$100 بالإضافة إلى 10% من 100، أليس كذلك؟ والتي هي 110، ولهذا $100 بالإضافة ل10% من $100. دعني أغير الألوان لأنها تشابه بعضها. حسنا، أعتقد أن هذا واضح الآن بالنسبة لك، وهذا حيث الفائدة المركبة والبسيطة تبدأ بالاختلاف. في المثال الآخر كنا نضيف 10% من المبلغ الأصلي $100. في الفائدة المركبة لا نأخذ 10% من المبلغ الأصلي، ولكن نأخذ 10% من هذا المبلغ. ولهذا سنأخذ هذه المرة $110، تستطيع أن تعاملها كفائدة جديدة. هذا ما يعرض لسنة ثم نقوم بإعادة اقتراضه، ولهذا سندين $110 بالإضافة إلى 10% ضرب $110. تستطيع توزيع 110، وهذا يساوي 110 ضرب 110. في الواقع، عفوا، لقد قصدت 110 ضرب 1.1، 1.1 بالعشرة، هذا يساوي. لهذا أستطيع أن أكتب هذا بهذه الطريقة، أستطيع أن أعيد كتابة هذا كمئة ضرب 1.1 بالعشرة تربيع، وسيكون هذا مساويا لمئة وواحد وعشرين. ولهذا في السنة الثانية سيكون هذا هو المبلغ الأصلي الجديد 121. ولهذا علي في السنة الثالثة، هذه السنة الثانية أنا استهلكت الكثير من المساحة، ولهذا هذه هي السنة الثانية، والآن في السنة الثالثة يجب علي دفع $121 التي أديم بها من نهاية السنة الثانية، بالإضافة إلى 10% من المبلغ، 10% من هذا المبلغ الذي كنت أدين به خلال السنة. هذا نفس الشيء، نستطيع وضع أقواس حوله. هنا هذا نفس الشيء، 1 ضرب 121 زائد 1.1 بالعشرة ضرب 121، وهذا نفس الشيء ك 1.1 بالعشرة ضرب 121. وبطريقة أخرى لاستعراض الأمر، هذا يساوي المبلغ الأصلي مضروبا في الأس الثالث. وإذا استمريت في فعل ذلك، وأنصحك بفعلها لأن ممارسة المسألة ستجعلك تفهم أن في نهاية السنة العاشرة، حسنا، لقد نسيت من أن أقترض من 100 ضرب 1.1 بالعشرة للقوة 10. وماذا يساوي هذا؟ دعوني آتي ببرنامج إكسل هنا، دعوني أختار خلية عشوائية، 100 ضرب 1.1 بالعشرة مرفوع للقوة 10. إذن 259 وبعض السنتات، إذن $259، $259
قد يبدو هذا فارق بسيط، ولكن في النهاية اتضح لنا أن الفارق الشاسع عندما أركب 10% لعشر سنوات باستخدام الفائدة المركبة، وأدين ب$259، ولكن بطريقة الفائدة البسيطة أدين ب$200 فقط، ولهذا $59 كان الفارق الزائد، وهي كلفة الفائدة المركبة. لقد قرب الوقت على النفاذ، سوف أقوم بعمل بعض الأمثلة في الفيديو التالي، وسوف نتعمق في فهم وكيفية عمل الفائدة المركبة. أراكم في الفيديو التالي.